صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء مخاب من تمسك بكم، وعمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا أبو الحسن أمير المؤمنين: ألا وإن لكل دم ثائر ولكل حق طالب، ألا وإن لكل دم ثائر ولكل حق طالب، وإن الثائر بدمائنا كالطالب فيه حق نفسه، وهو الله الذي لا يعجزه من طلب ولا يفوته من رب. لكل دم ثائر، لكل حق طالب، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. القتل، قالوا العرب، القتل أنفع للقتل. الإنسان خلق كريما، خلقه الله عزيزا، خلقه الله شريفا. كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وحملنا ذريتهم في البر والبحر، يعني أعززنا بني آدم، يعني جعلنا لبني آدم عزة ومقاما ومكانة، يعني الإنسان لم يخلق ذليل، فهو مسؤول عن ذلته وعن هوانه وعن مسكنته. إن كانت الذلة والهوان والمسكنة نتيجة تصرفاته وإمعته وذيليته وضعف شخصيته، القرآن الكريم يقول: العزة لله ولرسوله والمؤمنين. الإنسان مسؤول عن العزة التي أهدرها في سبيل الرذيلة، والإنسان مسؤول عن كل تقصير وجرح يمس كيانه ويمس مقامه ويمس مكانته. يؤتى بجماعة من المؤمنين يوم القيامة إلى النار، فيسألهم مالك في خازن النيران، يقولهم مات، يقولهم شنو السبب في دخولكم الى النار؟ ليش يكون تصيرون اذلاء وتدخلون الى النار؟ ما سبب زجكم في هذه النار؟ يقول لك: كنا مستضعفين في الارض، احنا كنا ضعفاء بالارض، احنا كنا مخالب قتل للآخرين، احنا كنا ذيول. يجاوبهم: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. بمعنى الآية أن الإنسان المسلم الذي يعيش ذليلا مسؤول عن تلك الذلة التي لحقته والهوان الذي مسه، لأن الذليل يورث الذل لأبنائه، والعزيز يولد العزة لأبنائه، والمسلم مسؤول عن عزته وعن كرامته وعن مقامه، وله بآل محمد قدوة حسنة، وخير مدرسة لآل محمد هي مدرستهم في هذه الليلة، واستعدادهم الرهيب، وتهيئهم نفسيا على مجابهة العدو مهما كان الثمن. ألا وإن لكل حق طالب ولكل دم ثائر، وإن الطالب في دمائنا كالثائر في، وإن الثائر بدمائنا كالطالب في حق نفسه.
وهو الله الذي لا يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب. شمعنا دماء اهل البيت الله يسعر بها؟ شمعنا يكون اهل البيت الله يأخذ بحقهم؟ ليش؟ اهل البيت مثلك بالحكم الشرعي، دماؤهم كدمك ودمك كدمائهم في القصاص والاقتصاص. يعني لو ان علويا قتله رجل، شنو يكون الميزان الشرعي بالنسبة للقاتل؟ يقتل القاتل فقط، يعني ولا يجوز قتل غيره الا من آجره بحدود شرعية معروفة. قالوا له يا رسول الله رجل اوثق رجلا واخر قتله، رجلان اجتمعا على رجل واحد، واحد شتفه واحد ضرب عنقه، شنو الحكم؟ قال روح له الفداء، يقتل القاتل ويقبس الحابس. يعني اللي شتف يقبس مؤبد والقاتل تضرب عنقه. فدماء اهل البيت كدمائنا ودماؤنا كدمائهم في الميزان الشرعي، اما مقامهم واجرهم وقدسيتهم ذيك مرحلة ثانية، ذاك شيء اخر ثانوي. نحكي من حيث القصاص ومن حيث الاقتصاص. طيب، الامام علي سيد البشر بعد رسول الله، قتله عبد الرحمن بن ملجم، يقول للحسن تقتص من عنده ضربة بضربة، مثل ما قاتل اي واحد اخر، مزارع كناس فقير بائس كذا، شلون يقتل؟ علي مثل ذاك. يعني حكم القاتل لعلي كحكم القاتل لرجل عادي بالميزان الشرعي. بالميزان القدسي قطرة من دماء علي تعادل الارض ومن عليها، هذا امر اخر معنوي، هذا شيء سماوي. لكن حيث العدل دم علي كدماء الباقين. يا حبيبي تورع بالمسألة وتثبت بالمسألة. زين، يقول له للحسن، يقول له تقتل عبد الرحمن بضربة واحدة ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت جدكما يقول المثلة حرام ولو بالكلب العقور. رواية أخرى تقول واصنع به كما يصنع بقاتل النبيين. رواية ثانية أخرى، واصنع به كما يصنع بقاتل النبيين. تبين اكو قاتل للنبي غير القاتل الرجل العادي. شوف، مرة نحشي ميزان شرعي، مرة نحشي روايات تجي اخرى بشكل اخر. اكو استثناء، يعني قاتل الرجل العادي وقاتل رسول الله فرد سوا، قالوا هنا اكو اختلاف، اكو هنا منتبه شيء اخر. مجرم القاتل للرجل العادي لا كجريمة القاتل لسيد المرسلين. اذا ذاك جريمة مضخمة وعقوبة مضاعفة. شو العقوبة؟ قالوا يحرق بالنار. شلون هذا؟ شلون يصير؟ ولا تمثلوا بالرجل، فاني سمعت جدكما يقول المثلة حرام ولو بالكلب العقور. هاي منين اجت؟ هاي منين طلعت لنا؟ قاتل علي يحرق بالنار، ايش معنى؟ قالوا بلي الى نظير والى دليل. موسى بن عمران لما رجع من الجبل ووجد قومه ضالين يعبدون عجلا، ملتفت اجى الى هارون اخذ بلحيته وبرأسه يجره اليه، ذب الالواح وركب على اخوه، ملتفت يهين اخوه ويصرخ باخيه، قال له يا ابن امي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. اجى الى من؟ اجى الى السامري، قال له انت مطرود من رحمة الله، مؤبد، لا رحمة لك من الله والعياذ بالله، نستجل بالله. اجى الى العجل احرقه بالنار. الاية تقول وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا. ظلت مختصر ظللت. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. عجيب حكم هذا، عجيب امر هذا. عجل
من جبت يسرى حول المراه، جابوا اهله ذبوا عليه حليب وحلل فرعون، لا تكلم ولا دعا الناس الى عبوديته الى الوهيته، ولا من جبت تآمر، ولا عنده عقل ولا عنده وعي، انما عنده حس كأي حيوان بهيمة من البهائم. موسى بن عمران صدر حكم على هذا العجل ان يحرق بالنار، زيادة على ذلك تسحن عظامه بالهواوين، زيادة على ذلك تذر عظامه رفاته وين؟ باليم. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، اليم البحر، نذريه بماء البحر، نخلط بماء المحيط. هذا شنو الحيوان؟ ليش؟ ذنبه ايش؟ شو مسوي هذا؟ اشتهم هذا بمؤامرة، هذا دعا الناس الى نكران الله وعبادته، هو قالهم لبسوني ملابس فرعون واوسمة فرعون، بريء هذا الحيوان. واذا الحكم الشرعي من موسى بن عمران على هذا الحيوان لانه صار اداة لتضليل 70,000 نسمة من بني اسرائيل، وقتل 70,000 نسمة من بني اسرائيل. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. طيب، فاذا الحيوان احرق العجل وسحنت عظامه في الهواوين وذري في البحر. طيب، نجي للرواية، نعيد النظر بها، نقول ان صحت الرواية فله في الكتاب الحكيم سند. شوف، وان كذبت الرواية خسالب بانتفاء الموضوع واستراحينا. فاذا يختضي اذا كانت الرواية صحيحة من ان عليا اوصى ولده ان يفعلوا ويصنعوا بابن ملجم كما يصنع بقاتل النبيين، لانه احنا ذكرنا قبل ليالي من ان عليا امام مفترض الطاعة وليس بنبي، ولم يكن نبيا لحظة من الحياة، ولكن اهميته التاريخية، شايف، اهميته الثقافية، اهميته السياسية، اهميته الفكرية، اهميته النضالية، يجي افوق واكثر علوا وشخصية بالتاريخ من جملة من الانبياء. الاهمية شيء والافضلية شيء اخر، احنا ما نقول فاضل ومفضول، هذا مو شغلنا، انما نجي ملتفت لاهمية علي بالتاريخ، واهمية علي بالدين، واهمية علي بالنضال، واهمية علي بالتحمل، واهمية علي بالاعداء والمناوئين. شايف، والى الان والى ان تقوم الساعة يجي اكبر بالتاريخ من كثير الكثير من الانبياء. شنو شيد؟ منو منتبة شعيب؟ منو منتبة عزير؟ منو منتبة ذي الكفل؟ منو هود؟ من صالح؟ من هؤلاء في هذا التاريخ في هذا اليوم؟ علي هو منتبة، يجي في مصاف الانبياء من حيث الاهمية ومن حيث اقلاق الناس واقلاق التاريخ واعجاب الناس باداب علي وافكار علي ورسالة علي. فماكو مانع ان تكون اهمية علي في الدين الحنيف من اول لحظة من لحظات النبوة، علي يتمسك بالرسالة وينافح ويدافع ويناضل ويكافح، دم، دموع، عرق، ليل، نهار، سهل، جبل، ملتفت، جوع، عطش، ظمأ، كفاح، اذا طالع الانسان نهج البلاغة يدوخ. انا فرد يوم ملتفت ليلة من الليالي قاعد اتصفح نهج البلاغة من الاول الى نص من عنده في بيته جدعان، رجل شاد ملتفت على بطنه وعلى ظهره وعلى جسمه، ليف متأذر لله سبحانه وتعالى، مشمر عن ساعديه وعن ساقه دائما وابدا، كل صفحة تقلبها من نهج البلاغة، عباد الله اتقوا الله، عباد الله اتقوا الله، عباد الله اتقوا الله. قلت له الله ابن عمك، ابن اخوك، اخوك، احلكت نفسك، اتعبت نفسك. على كل
فشنو المانع ان الرواية تكون صحيحة؟ لان ابن ملجم قتل سيد الناس بعد رسول الله، اعلم الناس بعد رسول الله، اجل الناس بعد رسول الله، اسبق الناس الى التوحيد بعد رسول الله، المناضل الاول، الجندي الاول، الوزير الاول، العضد الاول، الاخ الاول، الى اخر هذا الحكي. يدوخ الانسان بالتفكير في شخصية علي صلوات الله وسلامه عليه. منطق اصنعوا به كما يصنع بقاتل النبي. واذا الرواية مت وما هو الى سند بالكتاب الحكيم، عجل يحرق بالنار لانه استعمل اداة. لازم عبد الرحمن بن ملجم يحرق بالنار لانه اتخذ واختار لنفسه ان يكون اداة لنكبة امة محمد ولعرقلة مسيرة الدين الحنيف، شايف، ولخدمة الطغاة والجبابرة باختياره. العجل لم يكثر الجريمة، والعجل لم يتخير هذا الموقف، لكن عبد الرحمن تخير بحسن اختياره، نلتفت بتأمله بصدق اصرار يحرق بالنار ماكو مانع. واذا الرواية ما صحيحة اذا دم علي كالدماء الباقية. زين، نرجع لموضوعنا، شمعنا علي يقول الا وان لكل دم سائر؟ طيب هذا مفروغ من عنده، ولكل حق طالب كمان مفروغ من عنده، وان السائر بدمائنا كالطالب في حق نفسه وهو الله. شمعنا الله ياخذ بثارنا؟ ليش يكون الله ياخذ بثارنا؟ مو بس الله ياخذ بثار اهل البيت، الله ياخذ بثاري وبثارك ايضا، هم بثاري وبثارك. انت قوي جبار بالدنيا، متمكن، ظلمتني، اخصبتني ارضي، اخصبتني حانوتي، اقتلت اخي، قتلتني، ماكو يد انا اخذ ثأري من عندك، احول امري الى الله، فالله يأخذ بثأري. طيب انا من حيث الضعف ما استطعت اخذ بثأري، حولت امري الى الله، ملفي الى الله، يأخذ بحقي. اهل البيت شلون؟ اهل البيت هم كذلك، كل من الضعف ما لحسب مستواه. اهل البيت سفكت دماءهم الدول، اهل البيت سفكت دماءهم الجبابرة، اهل البيت سفكت دماءهم وسبت نساءهم العساكر والجيوش والخزائن والكنوز والانصار والاعوان والملأ والمريدون. دولة اذا ظلمتك تقدر تاخذ حقك من دولة جبارة؟ تتمكن؟ ما تتمكن. فاذا ماكو الا دولة اخرى تأتي وتأخذ بحق اهل البيت، هاي الدولة ما تتهيأ. اذا الله سبحانه وتعالى هو يهيئ الدول للاخذ بحق اهل البيت. من هاي الدول اللي تأخذ بحق اهل البيت؟ من عقائدنا مهدي اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لانه ما ممكن تأخذ بثأر اهل البيت الا عن طريق قوة خارقة اخرى. عساكر اقل الروايات 30,000، اقل الروايات 30,000، غير مرتبة الجيوش الاحترافية المنتظرة المتوقعة، غير البصرة لو قصدها الحسين، غير مرتبة مصر لو قصدها الحسين، غير الشام لو قصدها الحسين. ملء القفار على ابن فاطمة جند، وملء قلوبهم زحل، فماكو الا الله ياخذ بحقهم، ياخذ بثأرهم. عمر بن سعد اليوم بالعلقمي يسبح، يتقلب بالفرات كالدب، يتقلب بالفرات، يتلذذ بالماء العذب، بالماء البارد، وآل محمد يتلظون ظمأ. اليوم 9 من المحرم قطرة ماي ما بلت شفاه اهل البيت، الليلة 10 محرم قطرة ماء لم تبل شفاه اهل البيت. باشر غداة غد مرت من تبل ذيك الساعات الرهيبة، لم تبل قطرة واحدة لشفاه اهل البيت. قلوبهم كجبر الحديد، اكبادهم ملتهبة. على كل، خلي عمر بن سعد يتلذذ، خلي عمر بن سعد من تبل يسبح، خلي عمر بن سعد من تبت كالتمساح هناك، والحرس من حوله على ضفتي الشاطئ. طبعا المدججين بالسلاح، اذا اجى شمر بن ذي الجوشن
الكلب السلوك الآخر إذا مستعجل ذاك يتسابق مع ابن سعد على ولاية الري، جايب له 1500 فارس ومعه رسالة من ابن زياد ملتهبة. إجا واحد حرسي دعا ابن سعد أمير، دنا منه الأمير، الأمير المؤقت هو بناء أمير مخلد، وإذا أمير مؤقت دنا منه ساره في ذو أذنه، قال ترى الشمر إجا ويا 1500 نسمة، والموضوع موضوع كأنه القضية صعدت وتغير الموقف. فدعا بثيابه عجلا لبسها وخرج بسرعة استوى على ظهر جواده وإجا يسرع نساعة للفارس ملتفت إلى العلقمي، إجا إلى القيادة وإذا بشمر الجاي. ها مولانا شمر تفضل وخير إن شاء الله، قال له يقرأ رسالة الأمير. قرأها قال له لعلك الذي صرفته، كأني ملتفت أفكر أنت الذي صرفته عن هذا الأمر، رمنا أمرا رتق هذا الفتق وخياط هذا الفتق. قال له ما رأيك الآن يا أمير، أتمضي لما أمرك به الأمير أم لا؟ قال لا لا ولا كرامة لك، أنت على الرجالة وأنا على الخيالة. شوكت العصرية القضية زين شلون. قال له شمر هل الآن نسحب إلى الحسين، الأوامر ما تقبل تأمل باشر كذا، ماكو هل الآن منا لليل الزمرة قليلة ويمسحون الأرض بيهم وتنتهي المشكلة. الحسين روح له الفداء، قلنا بذاك المجلس العصر قلنا ما يناسب الوقت خروج عن الصدد عن الموضوع، نوعا من اللغو ونوعا من لا معنى، كل إنسان يصير مناسب للأوقات. على كل زحفت العساكر خيولا ورجالا، الحسين روح له الفداء متكئ على باب الخيمة محتب بسيفه نايم. على كل بلثنا وإذا بأخته تقف إلى جنبه العقيلة طائرة الصواب تهزه، أخي أبا عبد الله أنائم أنت؟ وقد دنا منا العدو. فتح أبو عبد الله عينيه قال زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان، صبري تأمل شوية. ثم دعا العباس قال له أخي أبا عبد الله شو القضية؟ قال ما أدري. قال اركب بنفسي أنت وكلمهم، ركب وركب الأصحاب والأنصار من حوله. اجي تقدم الى عمر بن سعد، يا ابن سعد ما وراءك شكو؟ قال له جاءني شمر ويا العساكر ويا هذه الرسالة، والامير يقول اما النزول على حكمي واما نناجزكم الحرب هل الان فورا. قال له قفوا مكانكم لأراجع اخي. وقف عمر بن سعد والجماعة، اجي العباس دخل على الحسين قال القضية كيت وكيت. قال الحسين روح له الفداء، سلوهم ان يمهلونا هذه الليلة، خلونا نصلي خلونا نقرأ القرآن، فإنه يعلم أنه أحب الصلاة وتلاوة الكتاب. ما قال قل لهم خلني نستعد هالليلة لبكرة صباحا نبكر للقتال، هذا ما يصير، ما يقول الحسين ولا ينقل أبو الفضل، لأنه معناه الجماعة يندفعون لمقاتلة الحسين والظلام على الأبواب والليل يدنو من ذلك، فإذا ما إلى معنى. قال قلهم خلي الليلة ينتظرون منا الباشر ملتفت، ثم هاي خصوصية للعباس وإخوته لنصلي لربنا فإنه يعلم أني أحب الصلاة. الطلب يمهلون عشية هذه الليلة للمداولة يعني، وأما الداخل لا، لقراءة القرآن والاستعداد. وقضية الحسين قلنا العصر من ذات المجلس، قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما استعمل احتياطات حربية، احتياطات واستعدادات للمستقبل المنظور غير المنظور ماكو، خيامة مبشرة وضعية وضعية اعتيادية، كرجل جاي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. أما إذا مستعد ويشحل سيفه وماخذ خندق وماخذ طرق دفاعية معناه الحسين جاي للحرب، يريد يوقد الأرض حربا. فلذلك الحسين على رسل مسترسل عساكرة متراخية سوى حرس بس ورقابة وقدر، فلذلك زحف شمر وزحف عمر بن سعد. اجى العباس قالوا للجماعة اخي يقول لكم امهلونا عشية هذه الليلة الى باشر حتى نخبركم عن رأينا. ذاك الوقت انقسم الرأي، قسم قالوا وهم القلة لا تمهلوهم هذه الليلة، القسم الاخر والظاهر هم الكثرة قالوا يابا لو كانوا من الترك او الديلة لوجب علينا ان نمهلهم، فكيف وهم من قد علمتم
معودين انتم مو هلا الليلة هذه. ظلت بس الليلة كافي. ما يزال شيء خمسة. عمر بن سعد وافق على الرأي الأخير. وقال لو أعلم أنهم يبكرون بالقتال لما أمهلتهم. يا حسين أمهلناك عشية هذه الليلة إلى غداة غد. حتى باكر الصبح نعرف تكليفنا. هذا الحسين قام بأبي وأمي. خلى الظلام لما بدأ يختلف يعني غابت العساكر ظلوا ملتفت حرس كذا. بدأ الحسين رفع الوداع يدخل الخيام بعضها بالبعض الآخر. شنو الفائدة؟ هي خيمة. إيش الفائدة من الخيام وإدخالها بعضها بالبعض الآخر؟ فائدة دفاعية مال ذاك العصر. لا تقول لي مال ماجينو ملتفت الخطوط كذا العسكر اليوم. نحكي عن ذاك اليوم. الخيام إذا تداخلت بعضها بالبعض الآخر الأوتاد والحبال واشتبك بعضها بالبعض الآخر داخل المخيم تكون كغابة كعرقلة للخيل عرقلة للهجوم. إذا عدورة بيهاجم حبال وأوتاد وحجارة وأمثال ذلك فرد عرقلة لمسيرة المهاجمين. أي وحدة ثم أصغر مسافة ممكنة يعني أقل دائرة دفاعية. إذا واحد يرتفع يدافع جمرة قليلة عن المنامة يحتاج لهم من زمت فرد 2000 نسمة. إذا صغرت الدائرة عن محلة صارت 200 نسمة. عن دار عن دور قليلة صاروا 50 نسمة كافي للدفاع. المساحة كلما قلت كلما الدفاع حسن وكلما ابتعدت المسافة وتناءت من زمت واتسعت يحتاج جيوش واحتياطات وخنادق وإلى آخره. فقال لهم الحسين ادخل الخيام بعضها بالبعض. صار الليل بعد واحد ما يشوف الثاني قالوا محفروا خندق. حفروا الخندق قالوا يجمعوا حطب يملؤوا الخندق بالحطب. حتى اذا صار قتال الناس سطرا تلتهب في الخندق يصير دفاع للخيل. الخيل ما تقدر تهاجم الخندق. نار وألسنة لهب وحرارة وكذا. يصير الهجوم من جهة واحدة. الهجوم من جهة واحدة. جماعة حاضرين للدفاع. لذلك أول وجبة من القتال 50 نسمة راحوا من أنصار الحسين. هي 30,072 نسمة. شنو مناسبة شنو قطرة إلى بحر. لكن دول 72 نسمة يتحلون بإيمان وعقائد. دولاك خردة مال 100 درهم 100 درهم. هذا الفارق المادة والروح والعقيدة والضلال. على كل الليلة من تلك التكتل أكو بين الأنصار والهاشميين. الهاشميين يجتمعون يدون يخططون لباكر. العباس يقولهم دعيتم غدا للقتال شنو الموقف؟ تتقدمون أم الأنصار يتقدمونكم؟ قال علي الأكبر الفن الثقيل لا ينهض به إلا أهله. عمي ذلك شنو مسؤوليتهم مجبوريتهم؟ نحن أصحاب الفكرة وأصحاب الخطة. حبيب مظاهر يخطب أصحابه دعيتم غدا إلى القتال تتقدمون أم الهاشميين يتقدمون؟ يقول له زهير بن القين وأمثاله علامة إذا طلقنا حلائلنا أعرضنا عن زهرة دنيانا. إذا خلي الهاشميين يتقاتلون ينقتلون ونساءهم تصارخ وخواتهم تصارخ وأمهاتهم تتلاطم من تغيش. وإحنا وقفتنا شنو هنا نجايين نعاين نتفرج نراقب كذا. أول ما نقتل ثم ليفعلوا ما يشاءون أهل البيت. إحنا مأمورين بالحماية لهم والدفاع عنهم. شكرهم حبيب. طيب نصف الليل الحسين طلع يتسلل بين المخيم لكن مسلح الحسين. مر على خيمة ملتفت هلال ابن نافع او نافع ابن هلال. يقول رأيت الحسين وقد مر علي اكو شمعة تتقد شفته. يقول اخذت سيفي ونزلت وراءه واذا به يجول. خرج خارج المنطقة وسلك بين مرتفعين جبلين. هو يقول الرواية جبال هناك ماكو مرتفعات. على كل يقول التفت وراءه شاف سلمه قال من نافع هذا؟ قلت بلى يا ابن رسول الله فداك نافع. يقول وقف الحسين هنا عن الجيش ليوضع يده في يدي. قال نافع. قلت يا ابن رسول الله ما الذي اخرجك؟ قال خرجت اتفقد التلعات والاكمات. شوف المنطق تلعات والاكمات لئلا تكون مكان للخيل يوم تحملون ويحملون. يقول سلكنا بين جبلين. الحسين قال لي نافع. قلت بلى يا ابن رسول الله. قال الا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري. يقول سحبت يدي من يده وضربت بها على قائم السيف.
شهرت سيفي. قلت يا ابن رسول الله شريته ب1000، فوالله لا أدعك حتى ملتهت أفنى بين يديك. أليمن أنا أعيش أليمن ما ثبت قائمه بيدي. يقول شكرني الحسين ورجعنا. رجعنا مررنا على خيم النساء، دخل على أختي زينب كبيرة في النسوة. يقول أنا ظلت واقف كحرسي باب الخيمة. على كل قامت زينب سنت وسادة للحسين جلس عليها. قالت لا استقر بي الحسين المجلس. قالت أخي استخبرت أصحابك نياتهم، أخشى عليك أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. ذولا هم مو مأمومين مأمونين، ذولا هم مثل ذولاك. يقول قالها الحسين أختاه زينب بلوتهم لهستهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل عند محالب أمه. جربتهم اختبرتهم على الانفراد مجموعين جماعة جماعة مختلف الأساليب، ما بهم إلا أشوس أقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل عند محالب أمه، طبعا عند لبن أمه. قلت سبحان الله، أبنات الرسالة إلى الآن قلقات منا، ليس ما مطمئنات ما كذا. يقول جئت إلى خيمة حبيبنا، ناديت أبطال الصفا فرسان الهيجة. يقول تسامع الهاشميون والأنصار خرجوا كالسوس. قال لي أبو الفضل ما وراك؟ قلت لا بأس عليكم انصرفوا. كاكل أسنة ذولا هم مو مأمومين مأمونين، ذولا هم مثل ذولاك. يقول قالها الحسين أختاه زينب بلوتهم لهستهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل عند محالب أمه. جربتهم اختبرتهم على الانفراد مجموعين جماعة جماعة مختلف الأساليب، ما بهم إلا أشوس أقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل عند محالب أمه، طبعا عند لبن أمه. قلت سبحان الله، أبنات الرسالة إلى الآن قلقات منا، ليس ما مطمئنات ما كذا. يقول جئت إلى خيمة حبيب، ناديت أبطال الصفا فرسان الهيجة. يقول تسامع الهاشميون والأنصار خرجوا كالسوس. قال لي أبو الفضل ما وراك؟ قلت لا بأس عليكم انصرفوا إلى خيمكم، أنا لي شغل مع الأنصار. ثم قلت لحبيب وأخبرته بالقضية من أولها وآخرها، وقلت للحسين جالس مع أخته وبنت فاطمة هكذا تقول، والحسين هكذا أجاب. قال لي إيش تريد؟ قلت له أريد فرد عرض عسكري قدام زينب، فرد مقدار مظاهرة، فرد مقدار كذا حتى تطمئن زينب وتثق بنا. منا للصبح هذه قلقة. يقول نادى أصحابه وخرج بنا. جاء بهم إلى باب خيمة الحسين، جلس على باب الخيمة، وكذلك برك أصحابه. علم الحسين بالقصة، عرف الموضوع على الظاهر. قال إلى أن تأمل بعد هنية، السلام عليكم أهل بيت النبوة معدن الرسالة مختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. يقولون زينب روح إلى الفداء أجابته، أنسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، أنا ابنة المصلي ذي القبلتين. شنو المقصد من هذا؟ زينب بليغة، وحكي البليغ بليغ ما يطلع قوترة. شو معنى زينب تركز على هذا الموضوع؟ أنسبوني معرفة من أنا. زينب لا زال بليغة، لازم نوقف بعباراتها، لا زال ما تتكلم ملتفت زايد، لازم نوقف بعباراتها. أنسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، أنا ابنة المصلي ذي القبلتين. يعني إحنا بنات ذاك
الرجل المؤسس للإسلام. الإسلام طلع من عندنا، من بيتنا، من جهادنا. احنا مو معرقين، احنا مو خوارج، احنا ما نريد نبدل شريعة، احنا نريد نجدد شريعة. انا ابنة الضاربة بالسيفين لأجل الدين، انا ابنة الطاعنة بالرمحين لأجل الشريعة، انا ابنة المصلي ذي القبلتين يعني الأسبقية الإسلامية. ان على كل في مثل هذه الليلة دخل الحسين ملتفت خيمة الأنصار وخطبهم. قال أصحابي انجوا هذا الليل، القوم يطلبوني، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، إن القوم يطلبوني، ولو ظفروا بي لذهلي وعن طلب غيري. قام إليه الأنصار يعربون عن مشاعرهم وإخلاصهم وودهم. ذاك يقول له لو لم يكن معي سلاح لقاتلتهم بالحجارة. ذاك يقول له لو كانت الدنيا باقية ونحن فيها مخلدين لآثرنا الفناء معك على الإقامة في الدنيا. ذاك يقول له ملتفت لو أني قتلت ثم نشد ثم حرق ثم كذا يفعل بي هذا 1000 مرة لآثرت ذلك على الحياة من بعدك. فكيف وهي ميتة واحدة؟ إلى أن استوعب واستبرأ الأنصار واحد بعد واحد. قال أجل من كانت في رحله امرأة فليبعث بها إلى أهلها وعشيرتها، إن نسائي تسبى واخشى على نسائكم الزاني. عندئذ قام من بينهم علي بن مظاهر، جاء إلى أخته دخل عليها أخبرها بمقالة الحسين، اذهبي لأسرتك عشيرتك. قالت بلى سمعت خطابه، لكن في آخر خطابه سمعت همامه وما علمت ما قال. قال إنه قال من كانت في رحل امرأة فليبعث بها إلى أهلها وعشيرتها، إن نسائي تسبه وأخشيها على نسائكم السبي. لما سمعت بذلك الحرة ضربت رأسها بعمود الخيمة قائلة ما انصفتني يا ابن العم، أيسرك أن تسلب زينب أزارها ويلفني أزاري، ويسرك أن تسلب زكينة قرطيها ويزينني قرطاعي؟ لا والله، بل يجري علي ما يجري على بنات رسول الله. رجع ابن مظاهر إلى الحسين قال سيدي أبت الأسدية إلا مواساتكما للبيت. قال أصحابي جزاكم الله عني خيرا، وصيت من وصيت من يحسين بينا، وصيت من يحسين بينا من تجمل الغار علينا، الوصف بنا دبل ترحلون ودبل على الغبرة نامون. شفي إلى حرم يا أخوي تدرون، أحرم الضايعات بعدك. إخواني باكر الصبح بالثمانية نال القراءة، شافي جميع المرضى البسهم ثوب الشفاء والعافية، جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسين إلى أمواتهم وأموات الحاضرين، بلغ الجميع ثواب سورة